هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو موضوع يهم شيئا أساسيا في التكوين الجامعي، هو انفتاح الفنون وتدريس هذه الفنون في الجامعة المغربية وفي المؤسسات كذلك خارج الجامعة التي تهتم وتؤمن هذه التكوينات. التكوينات سؤالها الأساس اليوم هو ما موقعها، ما السبيل إلى تقويتها، ثم ما السبيل إلى تشبيك العلاقات أو التكوينات التي تتم في هذا المجال. كل المؤسسات التي تؤمن هذه التكوينات سواء في المسرح أو في السينما أو غيرهما يجب اليوم أن تشتغل على أساس أن هناك دينامية مرتبطة بالبكالوريوس بتجديد الإجازة بإعادة النظر فيها، ولابد أن تجد الفنون والتكوينات التي تدور حول الفنون مكانها داخل هذا السياق الجامعي. بالطبع هناك تراكمات في المغرب، ولكن لابد من أن نرتقي بها اليوم لتقويتي بالخصوص حركة الطلبة، حركة الأساتذة والتكوين، تكوين المكونين وكل ما يرتبط بالتداريب لتأمين أو لضمان سلاسة في اندماج في سوق الشغل بعد ذلك، وليكون الخريجون قادرون على الاندماج السلس والسريع من أجل أن يساهموا في تنمية هذا المجال الحيوي كذلك الذي هو المجال الفني بصفة عامة. الذين سوف يتابعوننا عبر الصفحة الرسمية للمعهد. que nos expériences théâtrales sont devenues. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.